هادي دنيا غادي يبقى ليها اللي يبغيني راني نبغيه اللي يسول فيها نسول فيه يا عاشقي نسين فين ماليه اللي يحب غرام هديان وثنى طحريان هنا اللابولي هلوي زماني فين ماليه وثنى طحريان هنا اللابولي بالخير كينا فين ماليه التيوره كي بردي سربي صافي يلا نفخ صافي مزيان مزير مزير ها خلي صافي ضرب ضرب هاك حموده مول مليح باع وراح تعمل القارو ما كان مليح ترى مليح وفيه الصرف سولني انا واش رابح منه نبدي منه غير الهم وشمال قول لي مازال ما هداكش لا تفرق مع هذاك كينكو ديال الصوطه ونجي عندك باش بعني عسى وسخ ولا بغيتي تتعلم الصنعه قول لي بعدا اش من موجه طيحتك عليا اليوم سعيد ما مساليش لك عافاك با حسون غير سويعه عندنا تدريب على مسرحيه قلت لك لا هي لا با حسون خاسيه ملك تسلم عليك انت سير ضحك على راسك اش باك زوج كلمات نقرا ولا تقرا قول اش قالت لاله يمنى الى عزيزي با حسون احسن معلم قرب شويه قرب شويه الى عزيزي با حسون سعيد حط داكشي من يدك قول اش قالت لاله يمنى إلى عزيزي بحسون أنا في شي دارك فين وقتاش يا ولدي؟ إيه وقتاش وفين؟ إلى الحلقة القادمة أجي البالة فين قريتي هادشي؟ أنا عندي ما ندير لك بحسون راك كتبة صغيرة ترى خاصك دير مضادر باش تقشع تا فين قريتي هادشي؟ سنة حطيو كي عند بعلان الله يرضي عليك يا وليدي داو بعلان يلا لقيتوهم دخلوا وسيرفو راسكم شي شويه شكون فيه تهكيتو سعيد جبتو من فم السلاح يلا سيرفو راسكم قبل ما يطلع لي الدم عاوتاني يلا اللي يلا يلا حمودة واش باغي تكمل معنا في هاد الفرقة ولا لا؟ راه خاصك تعرف إلا بقيتي ديما كتجي معطل هكذا دابا حنا كاملين غادي نبقاو موقفين التدريب حتى تجي سيادتك ناري هو غيمتاش عليك اللي خاصك تعرفها حمودة وتعرفوه كاملين المسرح راه عنده قواعد وإلا كنتي كتحب المسرح بالصح خاصك تحترمو فهمتي تحترمو اكبر دليل على انك كتحترم المسرح هو انك تبقى تجي للتدريب في الوقت سمعتي voilà madame ha le contrat و ها لا فيش كاستينغ لي تكنيسيان راهم في البلاطو التورناج غادي مزيان اش درتي ليا في لانونس ديال يوكي عرفتي لي مبقيت قادره نخدم هادشي فاش كنفكر كلمي فوا مدام لانونس راه في الجورنال ومعاها 30000 درهم لقاي لي حل فهمتي واخا مدام غير كوني هانيه Thank you.
حفرنا حتى مع بنادم بقاو لينا غير الكلاب. اوه هذه الماكله علاش وصيتها؟ حتى نشبع انا نشوف الكلب. يا خويا حموده واش بونتو كل بوليسي كل صغر اللي كيبان لي فمو حتى كاين ده. المهم دابا ما كلتش عندي ما نعطي شوف الصوت راني طحنت. شحال تقول ماكله التوقع؟ تكشري غالي بزاف حموده راك عارف الصوت الا ساق لك الخبر. اخويا راه ممكن ناخذ غير حقي. عاوتاني مجمع ليا مع هذوك المفلسين. مهدي مهدي نري بابا كنت معاك ما كنتش خلي خليه مع عندك. طلع مية ألف خطرة قلت لك بعد هذوك الشماكرية راه كيمثلوا معايا المسرحية. أنا هذه المسرحية ندير منها بنقص. أنا ولدي بغيتك تكون ممثل ناجح معروف من فري ستار وتحقق داكشي اللي ما وصلت ليهش. وإني يا ولدي تيبان ليا مع هاد الرفاقة هادي ديال الويل وحال واش غادي تطفاو. عرفت كما تعرف الجوع كيف الجوع كل ودي مضربش عليه لا سمارة لا والو. هو شحال كياكل؟ قوس عليه غير كلب زعما كيعض. جرب وشوف مسكين غادي تكون ماما دابا كتقلب عليه. ما عندوش ميتين. واش سميتو؟ يوكي. انت اللي سميتي؟ سميتو راه كتبان لي في عنقه. وعلى ميداليه؟ دي انت الكلب وعطيني الميداليه. علاش باغي مالك الكلب؟ ديما كنت كنحلم نعلق على صدره ميداليه بحال الابطال نكون واقف ورايا البلاد ورايا ونشد الوطني تيهرس الدنيا. كي خاص يكون عندك الركابي ديال الكروش. علاش ما يعلقوش لينا الميداليه؟ فكر لي ربحنا في المسرح. غاتسناك حتى تموت غادي يديروا لك تكريم. خويا خويا دور مع اختك غادر يا ما خويا. بعدي منا عيشه بعدي منا راه بيعوا الشرا هذا انت مصدعنا. وانا جدت لك اخويا الصوت حنا راه جالسين. قول يا بيرات كي داير الوقت؟ كي داير الوقت اخويا الصوت هي صفراء راك عارف خصنا المصروف وكذا وكادي وكذا وحاجه تحنا مصروف هذا تغمق عليا انا كار ماشي كلشي مظهر الوالده. اي والله يستر انت كتشوف. انا بعدا راه خدام تنبيع ونشري على راسي غير ما تشدي لعباد الله ونقول لهم عطوني درهم. اش بغيت لي الله يعطيك عدل خدام خدام في المطار. سمعي عائشه قنديشه غتسدي داك الفم عندك ولا غادي نهرسو؟ اش قلتي؟ كيف سمعتي؟ ايوا حتى انا من الصباح وكنقلبها على معامل هادي هاوتا وجابها لي ربي. واش شتي دابا عايشه؟ طلقي مني الدرابو ضيعتي لي الكراد عيطتي. الكراد والدرابو وفين عمر باباك كان عندك شي درابو يطيح شحال هادي؟ دابا تلقي حتى هادي راكو مشات تلعب الكاتش تقضي عليهم كاملين. كتضحك الصوت حتى انت كتضحك زعما انا موظف عندك. موظف على راسي وعينيا ولكن بيني وبينك الكارو الروسيطه. عايشه طلقي مني سير اش بغيت لك؟ الله يعطيك الموفيطة في البحر الأسود. اش باغا اش باغا علاش كتقلب؟ هاكا الدرهم اللي كنتي كتقلبي عليه حيد عليا من نوض حيد عليا من هنا. واش تي حتى أنا اش بغيت ليك؟ سير الحق بركة عليك هاد الباترون ديالك. مال الباترون كي جاك؟ ما تولدي ويعيش لك. غزال إوا يا سير الباترون دور مع أختك. راهو عطاك من الروسيطة. مارتس نوضي حيد عليا من هنا عطيتك درهم. ولا يحيداش مالي قاصة في داركم. اسمعني أنت بركة من هاد البسالات ما عندنا ما نديرو بها. فين هو حمودة؟ حمودة ما بانش ليا مشيت قبيلة لحدا الباب ديال المارشي بغيت ناخد معندو الروسيطة وما لقيتوش. شتي أنا كون ماشي على وجه أمي حليمة والله لا ضرب معايا الضربة. يا سعدك سعد وعدك وعد نقول لك أبنيتي جوج ديال العديان اللي واقفين لك في الطريق نقول لك عمتك نقول لك خالتك نقول لك الحمامصي اللي ساكن فوق منك هما اللي مخسرين لك السعد صراحة. الحمامصي ايه
ام حليمه اه وانتي علاش جايه نضرب عندك الفيلم؟ ايوا ياك لاباس بنيتي الا جيتي. وانتي راه جابني داك ولدك الزغبي الكعبي ديال الدماني. ايه الدماني ولدك، ولكن اش واقع؟ لا ما واقع والو ام حليمه، على الخير. داوي لي على شي جواز، هذا شي عام ونص باقي ما دار فيه والو. راه زغبي كعبي هذاك، واش هذاك قاد على شي جواز؟ واش هو خدام باش يتزوج؟ عام ونص وتزوج. ايلي ايوا نسولك انت اللي مو لا لا. وانا بنيتي ما كانش كيتشاور معايا، ما كانش يتشاور معايا. عرفتيش غيجيك مليح ام حليمه؟ اه خليني نمشي نقضي شغال يحسن ليا في هذا الصباح. تعالي نقول لك بنيتي، انت عندك شغالات ها؟ عندك سوار تاع المرصه غادا تحليها باغا تبيعي الحوت، وهو هذا الشغالات ياك ام حليمه. اي واخا الله يخلف عليك. تعالي راني عاك نضحك معاك. يا تعالي يعطيك الدلة بنت العسكري، ما صورنا حتى فرنك هاد النهار. يا هواية سانديا، اي 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 او يا سانديا، ياك شتا والبرد عليا هواية سانديا، اي دلة واي سانديا. غنينا بما فيه كفايه. سمعتي لاله كريستينا؟ انتي غدوزي كونجي هنا؟ كونجي كونجي كندوي معاك يا بنادم. كونجي هانت هنا سيفيني، فهمتيني ولا لا؟ كونجي كونجي وانا داير فيك عقلي، باغي ندوي معاك في المعقول وانتي خدام مطلعه عليا. كونجي موا جو فو بغيلي فيفر ا ليترونجي. تريح تلقى صاحبي يديك شمن بغيلي ا ليترونجي. شكون انت نهار تلقى هذيك كريستينا ديال بصح في الحياه؟ نهار تلقاها عيط ليا صوفي اختك تايا تمشي ليترونجي. اخويا قوريه مدرها وسعيده الشاب هذه، قال لها قوريه مدلحه. اش كديري حدايا اختي؟ سير الله يسهل لنا ولك. ومهمومه هاد الدنيا مهمومه، الله دايم ايه مهمومة. وجه الفقر. قول يا وليدي بغيت غنسولك، شك وليدي هكا تخمم وتدي وتجيب في الايام بحال شي راجل كبير، مالك؟ واش بغيتينا حنا تكون بحال خالد الدماني؟ حياني على كيت الدماني، اخلي قصة الدماني قصة مع البيع الله. حنا اه مبقاش عندي باش نوكل يوكي. ايوا لا مبقاش عندك باش تكمل توكل الكلب، صيفطو سيبو يمشي يرجع لمواليه. محتاج ليه؟ بغيت ماما تداوى به. علاه هما ولاو يداووا بالكلاب؟ اه بغيت تشوفه يمكن تخرج ليها شي كلمه من فمه. السلام عليكم. عليكم السلام. واش الدماني؟ شوي بخير الحمد لله. شو جالو؟ ما كتب لي مخلوع بيع قارو بركه من الهضره. ها تاع دي هضره وهي نقولوا مباركم سعود. علاش اخويا؟ دوريه اخبارك دايره بوم في الدرب. دريكم ان شاء الله تابعه احاضيني قلو ما صدقاش وجه الغضب. انا عبريكا. هاك عبريكتك اخر مره نتعامل معك. خير يا وليدي غادي بلا فطور. بغيت نفيقك حنا. اقعد اقعد يا وليدي قول لك طريت الخبز وسخن مسيرناتك واحد الكويس ديالها تاي زيد. حموده ما جيتيش خدمتك؟ علاش؟ توصلني بالطوموبيل؟ الطوموبيل والفلوس والعمارات داكشي راه ما كيعني ليا والو. انا حتى انا واحد الانسان بهيمي. يا البهيمه. انا بهيمه. ايه بهيمة والناس داروا الطايلة وانت يا جدرتي عقول ليا. انا خالو رد ليا غير فلوس وعيش كيف ما بغيتش. تاش من فلوس؟ 50 درهم اللي كنت سارك من داك الصيف وانا عطيتها لك كاع. شنو دير بها؟ وعطا
يبغي فلوسو وانت يا شغلك يدير بيه اللي يبغى. وانا راه عارف راه خسرها على هاد الكلب خسرها ولا يقعد ماشي شغلك نتايا. وانت هادوك جوج فرانك اللي كيجيوك باغا تلحيهم على هاد المشحوم هذا؟ انا باغا ندير الحسنات مع الله لحقاش الله وصى البير بالحيوان. يا بنادم هذاك راه بهيمه. ولد بهيمه هذا شكون اللي غيكون به؟ والله تجدي لي الضحكه تكون به الشهيبه ولا طلب حر. فطر وليدي فطر. انت بناقص من الفطور هذا ديال لا لا طيحوا في المسار نكون لي جعلك تفطروا ولكن عليا انا وبحسن مشاي صوب نضاد على قبل الورقه اللي كتبات لي الليام. واش كتشطر بصح تروح يدير لي جمال معمر ما يقرا ديك الورقه علاش زعما شكت فوقها فات خربيقه حموده عندك الصوت جاي كيجي لي جيت حموده وقف تحيد من تما حيد حموده شد 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 وحموده توقف صوت انت غتشوف حموده عاود هذا ما يشوفه هاو شي صافي وطرناه لكن هو صحيح انا خفاف عليه شو كانك بوحاطي من رجلك شو كاينهاش بحال الا كان كيجري معنا على رجليه راه ما يمكنش يجي عندي حتى دابا وتقول لي الممثل علاش حنا معولين دابا ما كاينش غبر ما انا قلت لك غير ما بقاش بان ما بقاش بان هي خبر لا وكتعرفيني ما كنبغيش نعاود الهضره والله مادام الا كلشي اللي نقدر عليه راني درتو واش غندير دابا انا اش غندير الرياليزاتور البروديكتور قربوا واش غنقول لهم الولد طار مشي لينا البروجي من يدي واش وبيني اش غندير ما عرفتش سير سيري جوا كي دايرين اشكون اشكون كيفرع ليا هاد الباب بحال هكا انا نايضة نحل والله حتى نهز هاد الشطابه اللي تسطو كيفرع ليا الباب غنهرس ليه كتافو وليدي الصوطه سمح ليا والله ما سمعتك وليدي والله وليدي تا كنت كنتوضع علاش كتقلب وليدي ها ياك ما بغيتي وليدي ندير لك شي حاجه تشربها بغيت نشرب من دم ام حليمه واشرب وليدي الا جاك الحال فين هو داك البروج ديال حموده ما تقلقش وليدي زيد زيد وليدي تعال تقعد وارتاح شويه الله يرضي عليك قعد رد فيك وليدي الروح رد فيك الروح هيدي مني ما باغي لا نقعد لا والو بعجبني وليدي عاف شويه شوف وليدي انا غندير لك داك الطريح ديال القناوه عاود ترجع فيك الروح القناوه والله القناوه لا القناوه لا الله عراض السلام عليكم شي قارب الله يخوك السلام واش الدمان هاني الله يحفظك الشاي لله يخوك الله يحفظك انا تبعك انا تبعك شعيدك لبس مالك تك لبس صوتة مال صوتة صوتك القلب يا حمودة اش غاندي فلوس فلوس صوتك لون الكلب اش داير حمودة حمودة خايف ويا كل الكلب تا واش واكل شي حاجه من غير خبز ولا مال والله حتى كيقلب عليه كاين عليه فلوس ديطاي فين هو دابا شكون السطه وحموده انا مخبي عندنا في السطح كتسنى كتجي تفكو سنى نجي فكو طرزانه يلا نشوفوا هاد الحريره هادي جيت يا صافي كبرتي وبرتي عظيماتك واحمد الله باش تعلمت فورمي عليا هنايا وي 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 السلام عليكم الله يسلمك وليد تاش كيدير هذا المهم سولو صوتة ما بقاش الصوت وليتي راس فلوسي فلوسي داهم ليا حموده اخو
حمود اخويا كل لي راس المال، درت فايت اخويا الشركه مشات. اللي سمعك يقول لك تي تخلصوا بالسميك. على واك يخلصوا بالسميد والسميك امي الحد الادنى للاجور. ايوا اجرك وليدي انت على من؟ وانا اجري على الله. هذا ما كان. فكني اخويا فكني الدماني انا مزوق فيك. والله ما سكتي يا تنزيد ندير لك واحد الطرح ديال القناوه ما نمشي. قناوه ماني لايق عليك. تا جاسي تا شحال ديال الفلوس كاع اللي فاضحنا بهم دخلنا حتى القلب الدار تا كاع؟ ما عرف 30,000 فرنك صافي. شحال 30؟ شحال هي 30,000 فرنك؟ شحال 6,000 ريال امي 6,000 ريال صافي. 6,000 ريال ما حشمتيش هادشي ديروا على 6,000 ريال. ايوا ديك 6,000 ريال انا راه كنتسالك 2000 ريال. قطع هذيك 2000 ريال من 6,000 ريال كتبقى 4,000 ريال. وديالاش 2000 ريال؟ ايوا ولا ديالاش 2000؟ ومن الصباح انت يا كتحير ثمن الجدبه رانا عاصطيني دايره الصول. ما والله تنلبق لك 40,000 ريال تخلص عاد تخرج من هنا. طحتي فيها الصوته القى الله واش ديك الصوته بالله انت دايرك بانيني لا انت داك المشحوم اللي معاك؟ يوكا كان دارو الجوع ما عنديش باش نشري ليه الماكله. ومن فكرتي واش ضرب ليه لاكاس؟ تفكر خالك بعدا مشى 1000 ريال. 1000 ريال ولا طرق المارشي يجيب لنا شي فريجات بلدين نقصروا عليهم ياك امي؟ يعطيك الغمار انا ما موت حد. ولا كتعرفها توكل هذاك الكلب؟ واش انت بغيتي يموت لي في الجوع؟ انا بغيت نعرفها بعدا ملي دبرت على ذاك الكلب ياك ما خاولو. عرفت شحال من مره قلت لك راني لقيتو؟ وسير كنت في ولد خصك وجيب لي البوليس يديوه. وانا راه خايف يكون داير شي مصيبه يجيبها لنا لهاد الدار هادي. الله يحفظ عرفتي اش يجيك مليح؟ هاك سير هوت للسويقه وبيع هاد الشربيل وشوف شحال غنجيب لك في الثمن وخلص لولد اختك الدين ديالو. وشحال بغيتي يعطوك في هذا امي؟ هذاك راه الشربيل حر ديال الصقل اللي الصم هذاك عمرو ما شاف الخراز. انت الشربيل امي عندك راه قرب يكمل 50 عام كيعقل على جد النمل. كمل 50 عام؟ هذاك راه الشربيل انتيكا باقي تلبس انتيكا هذاك. اش تعرف انت اش تعرف؟ وخليه حتى يجيو توريس هما ياخذوا من عندك تعلقوا ولا يديروا في شي متحف. ياه هما يعرفوا ليه. ايوا اراه اراه ملي ما عرفتيش ليه اراه. عرفتي اش يجيك مليح؟ ونوض خلص على ولد اختك الدين. الدعوه في اللحيه سير حسن هذيك اللحيه وانت كيلغول ها السنتير حطوا ليا قفر عليا راسي هالشيشه ضرتني في مخي وراسي ودراسي والاخر شاد ليا الكلب وانا حاطه المهراز نخرقوا على جامي الكحله. لا اله الا الله محمد رسول الله. مدام ليلى بلا ما تعصبي راسك الا مشى امين نعاودوا الكاستينغ. سهلة عندك هادي شناهي تلقاي ولد صغير كيعرف يمثل. زيديك هادي هاهما قربو يوصلو شغندير دابا؟ ربي ما كيسد بابتي كيحل البيبان. انا بان ليا البيبان غير كيتسدو ليا فوجي خاصك تلقاي ليا يوكي بجوج بجوج واخا مدام. صوتك واش الصوت هاني مشاكل هاد الصوت راه كتحل غير بالعقل. انتما خليتو لي شي عقل جينا نستثمروا معاكم الاموال ديالنا في هاد الدرب بغيتو ديروا لي فايت كل بالك الله كبير انت مول العقل حمود راه غير دري صغير هاو ويلي عباد الله فريريش باقي كاع ما حلمت به الوقت يدي لي رزقي انا انا شد اشنو هادشي والله ما سقات بهم محلينا شربين مطروز مستقل الحر حلال عليك. هذا شحال غنديروا ليه دابا؟ ها؟ شحال غنديروا ليه؟ مو حليمه باغي فيها 4,000 ريال على وجه الزوره واختك سميره. اختي سميره اش دخلها للهضره هذا؟ وراك عارف عزيزه على الوالده. اختي سميره ما عرفتهاش اش عجبها فكاع انت. اللي بيناتنا فضيناه رزقك خديتي الله يعاون. اجي هنا راه داك الجورنان دابا نديروا فيه الشربين. هاك جورنان.
السلام عليكم. عليكم السلام. قولا بخير. نعم قول لي شي جورنال ديال البارح كان واحد الكليه. لا ما عرفتش هذيك الجورنالات راهم ما تمشيش. شوف مشي وليد. الله يحفظك اخويا. الله يبارك فيك. شي حاجه تحت راسها تخين هذا. ايه هذه الصفيره جايالي. صفيره لسكوتلاندا ان شاء الله بحال ديك المره. غادي نجيب مع راسي الخير والخمير. الشمع وقف لي خصني ندي للسيد ضروري. حياني بان ليا قش ولدي مرزم. هذيك الشايبه الهيبه غدي ليا الولد باينه قهوه. بدل العتبه. ها هي العتبه مبدله غادي بحال حموده شويه خلعتينا احسبني على الصوطه تزاد عليه الحال. وامي انت واحد المراه صافي فن. انا عارفه راسي فن بلا ما تقولها لي ياك لاباس. واش الطريف ديال الزورنال ما تصوريش اللي كلكمتي ليا فيه شربين؟ اه فيه 30000 درهم مكافاه. شحال 30000 درهم؟ 3 مليون ديالنا امي. ايوا كل حساب لي وليدي راه عندنا عران ديال الجورنالات نعطيه لك تولي مرفح وبخير وعلى خير. ولا امي اه هو 3 مليون ومكافاه للكلب. وليدي اش غادي نقول لك؟ ظهر لي يا وليدي لا كل كميسي بزاف ديال الشوكولاط وجاي داخل. تا شنو الشوكولاط ولا الطباشير امي تتفرجي؟ ها مالك؟ شوفي ها هو هذا ولا ماشي هو؟ والله لا هو كيشبه ليه تقولوا هو تماما. هو وراه الكلب هذا مالي دايرين عليه 3 مليون اللي رجعوا لهم غنانا الله. لا وليدي نخاف مالي يكونوا دايرين هذا الشيء عبد العانك باش يشدوا الولد يطيروا عليه. كيش يطيروا عليه مالو كيبيع لها دروب؟ انت فينا هو دابا حمودة؟ من اللي كيفيق هو داعب داك الكلب نهار وما طال ما بقى باغي ياكل ولا يشرب. انا اللي عارف فين غادي يلقاه. ياك الله يهنيك امي الساعه. اجي برك امرك بلاتي هذاك الشربين ديال الثقلي الحر فين درتيه؟ الشربين راه ربقته للسوطه وراه ما بقيتش سنه تا ريال ربقنا عليه الله يعاون. ايوا الله يعاون. سير اوليد سير ما خليتينا نكملوا كاع الفال. سير اواه ماكلا والو ما البارح وما كيعيش قحادي والله ما غيموت غير التقواس ديالو. ياك غاك لبتا انت ما يشتش فيه التقواس. المهم عندي بغيت غير نوري لماما. المهم عندي انا هو التدريب ديال اليوم. قلب لي علاش الزبه باش تفكني من بو حصون حتى نفك راسي من الصوطه. مدام ليلى انا عارفه ما ستيوكي عندك ولكن سمحي لي راه ما نقدرش نكمل في هاد لافير. خليني نكونسونطرا غير مع الكاستينغ. وفين وصلتي ليا؟ راني تلقاني فيه وكنشمشم. هاكي هاكي عيلت السيد اللي جا هنا والبارح نشوف ولدو ما ربما تكون فيه الفايده. ان شاء الله خير يا مدام. عمرني ما ظنيتك اخويا غطلع شماته. انا تضحك فيا عباد الله ها؟ تخليني حتيت في الفوان. سميره بنت العسكري خدات بشربيل مي حليمه الشوافه ياك. اي والله يخلف عليك شغنقول لك. لا سكتي اختي سميره سكتي تي سكتي. انا راه ماشي في هادشي فاش كنفكر دابا. ياك سيدي وفاش كتفكر بالسلامه كاينه شي فضيحه اكثر من هاد الفضيحه اللي درتي ليا. انا اللي ما بغاش يتفهم ليا الدماني ملي شاف هاد الطرف ديال الجورنال بغى يطير بالفرحه. تقول شي واحد جي عنده وقال ليه راه خرجت لك الفيزا ديال امريكا. وقيلا راكي هبيله انت الفيزا تاع امريكا خديتها حتى انا اللي باترون. شدي شوف لاباس لك شي حاجه هنا. ايوا صبار عليا راه شحال هادي ما شديت شي ورقه في يدي. شد عليا هادشي كتبه ديال النمل. لا بالك والو جاتي. واش غتبان ليا من غير تصور هذاك الكلب؟ اشنو؟ كلب؟ كلب؟ والله الا هاو هاو كلب. انا اللي فاهم عليك وما بانش لي هاد القضيه. مكافاه 30000 درهم لكل من عثر على يوكي. ايوا ايوا الكلب اللي راه هو اللي كان عند حموده. ويلي وموليه باغي نعطيه هرده ديال الفلوس اللي لقاه. والله الا هو
شمال كندير انا هنا؟ ها؟ واش شربتي؟ شربي انت. حصلتي يا وليد؟ الصوت انا ما ديت لك فلوس. ومالك ملي كتشوفني جاي كتعطيها الجري؟ في قاعده شفتو كيجري كنبغي نسبقو. انت جري شوف واش غنسبقك ولا لا. علاش غنجري دابا؟ انا شديتك دابا صافي. قول لي فين مشى حموده؟ والله ما عرفت. كنا جالسين قبيله على الحافه تجا خلا دماني ومشى معنا. وفين مشاو؟ والله ما عرفت. قول لي سعيد هذاك الكلب اللي عند حموده شكون؟ يوكي. يوكي ولا ميكي ولا ما عرفتش شنو مين دبر عليه؟ والله ما عرفت. قال لي بلي لقاه. واش عباد الله ما خلصي عقلي؟ 3 مليون بايضي عليا كاك ولا شنو؟ امشي شويه يا مسخوط الوالدين. والله ما سكتي يا تنهرس لك هذوك العظام ديالك. الكلب باغي ولدي ولا سق لي ما كاينش اللي يحيدوا لي. والناس مالين مساكن ما بقاوش فيك ملي كيقلبوا عليه. شتاش يجيك مليح الا تقطعتي من هذاك الشكلاط؟ سير بيع داك الجنبري. واش كتصحابي شي كلب ديال العروبيه؟ نعم. اللي الحشي اللي غيهجر هذاك اللي بتصرفي عليه خصك ليه ميزانيه بعدا. والكلب ديال ولدي واللي قرب لي غادي نهنشرو وناكلو ونقددو كيما بغيت. حموده والله تندبرك في كلب احسن منه. والله ما باغي انا غير يوكي. وغدا غنمشي للسبيطار نوري لماما. باش ما يشدو يحيدو لك صدقوا له حمار 7 فرانك. احياني وليدي ما الصيم الجبد عمي متكرنا. الله قلبي كيتقطع على بنتي يا سيدي ربي. الله الله الله. انا عارفه حنه بلي كتسمعني وكتشوفني. كتسمعك وليدي وكتشوفك. احياني صافي هادشي اللي بغيتي. واش تيش يجيك مليح غير غادي تمشي في حالاتك ولا غادي نريش لك هذيك الموسطاش ونخرجك؟ سير خرج في حالاتك. انا خارج قبل ما ندير شي مصيبه. نيت هي دابا يلا. الصوت حبيبي شد عليا هاد الشربي ديال امك. شي هاد الشربي؟ لا والله ما عرفتيني. ونشوفو عندك نصار والله جاي طيرو بيه. طير عليه حتى نيت. عطيني غير الكلب انا. كلاش داو الكلب اللي عند حموده؟ الكلب هذا بغي نربيه. تربيه؟ ربيتي انت راسك الصوت. اسمع لي نقول لك والله ما تجيب الكلب حتى انا اللي غنربيكم يا الشلاهبيه. تطلق حموده راه انا لا بقوه باش ندير الكلب الموليه اللي مهولين عليه اللي بغاش يعطيه لي. هذا يعطيه لك انت. مهولين عليه بقاو فك مساك. حنين ولا عينك في العاقه؟ شكون قال لك انت؟ انا ملي كنتي كتشوف الجورنال عينك خرجوا وعينك ما كيخرجوا الا لبنت لك شي حاجه فيها الحبه. سلام اخويا. اسمعني نقول لك حقي في الكلب ولا واحد فينا غادي يخصف هاد الدرب. اش من حق عندك؟ الكلب راه 4 ايام هادي وحموده كيعلف فيه بفلوسي. هادي عندك لكن حموده والله لا عطاك الكلب. حموده ولف الكلب ربي عليه الكبده. تربي عليه حتى الطيحان. انا راه مساهم في الكلب والرباح غادي نقسموه كاملين. هو هذا. والشربيل؟ الشربيل ملي يجيو نصار عطيه لهم انت. ما عاوننا عاونك. الصوطه ما صوطه ما استحمص هذا. وكنا كتفاهم يا صاحبي. جمع رجلك انت جمع رجلك. الله يعطيك الصيب. انا في يوم كتشوفني انا جايه ضابه تماره ومريضه وعيانه مسرح لي مكافشك. زيد تعشى. وكليتي هذاك الكلب؟ يا ويلي الكلب اش جابو الهضره؟ 3 مليون اللي كتبان لي انا كتمشي قدامي ما بانش لك انت. يا ايوا عرفتي اش يجيك مليح وقتل ولد اختك باش تبقى على خاطرك. الصوت على ساق الخبار. راه باغي نحقو تا هو في الكلب غديت ملي جاي كيفرقع لك في الباب هنا. حر باش يلحقني الصوطه. الا ما نصوطي ليه الفيزيبلات رانا ماناش حليمه اللي والده بهيمه. يا ربي دير لي تاويل تاع الخير. عديني انا ولا ديه هو. تقهرت. مي راه غيتشاور معاك مي غيبغي يجي. ودابا ما باغي شي يتعشى. ما مشيتش انا تعشيتي اللي عندك الشهيه. عشى قلبك ان شاء الله. سعيد مالك؟ لا انا لا والو والو والو. كلش اللي كتلفت ورا ياك ما تتعرض لشي حد. خويا حموده علاش ما تعطيش الكلب الصوت وتهني راسك؟ لا يوكي غيبقى معايا. ولا مالت لك بين يديك؟ غيسبي هو فيك انت. سعيد قول لي الصوت هو اللي صيفطك تقول لي تهضري.
المشكله هو ما قال لي والو، راه انا اللي قلت ليه. كيفاش واش لقانيا؟ قلت ليه بلي جيت وري الكلب لماما. صاحبي علاش ما قلتهاش صاحبي من الصباح؟ واش كتشجبوا عليا خطا؟ قلت راه بخير قوي راسك عزيز عليا. شويه صاحبي سي سي شوف صوت واش كاين. يلا يلا الصوت ما كاينش. سنا نحط يوكا عندك بعدين. يلا ملي غيكون حموده جالس فك الجهه وانت غادي تدخلي وغتسمي جايه لعندو وغادي ديري الحركه. كيفاش غديري؟ هائل هائل. ياك لاباس السيد المدير؟ لا ما كاين باس. لا لاننا حنا في التدريب دابا. اسمح لي عندنا شي مشكل مع حموده وسعيد. حموده سعيد سبقوني للبيرو. يلا. ولكن ما فهمتش انا. راه نستناك في البيرو، اجي معايا. راجعوا الادوار ديالكم، راجعوا الادوار ديالكم. هذا جاي. اجي تفهمنا سي ابراهيم، كل شيء غادي نفهم ان شاء الله. بغيت انا غير نفهم شنو المشكل بالضبط. شكون سوفو؟ ما كاينش مشكل. استاذ اسماعيل. لا ما كاين مشكل، غير هو في التدريب صعيب باش توقف عاوتاني وتبقى صعيب. عندك المسائل دابا. اسمع ولدي، ديك الصحراميات ما ديروهاش ليا هنايا. سيروا جيبوا البورطابل اللي خونتي والمهدي. اللهم خونا البورطابل. شوف. إما تجيبوا البورطابل ولا غادي نعيط للبوليس. البوليس البوليس. السي المدير الله يجازيك بخير، سعيد وحموده راه كنعرفهم مزيان، راه ما يمكنش يصدر منهم هادشي اللي كتقول. الله يجيبك على خير. هاد النوع تنعرفوه مزيان، اللي شافوه عند ولاد الناس بغاوها. سيروا جيبوا البورطابل قبل ما تكبر القضيه. يلا سيروا دابا. والمسرحيه عوضوا بالمهدي. المهدي عنده مؤهلات. مؤهلات. مالك قاعده مكوبره بحال القوبع؟ عقد عليا غوبه شك مالك غارقين لك البابر؟ اودي انا اللي حاسه مالي. واش اخويا كاع الفلوس حاطينهم في هذا الكيوسك ما خرجت لا رخصه لا والو؟ انا خايفه على يدور علينا. يا على بغى الا ما خليه يدفع لهم واحد الشهاده طبيه فيها 10 سنين يسجل ليا. هذه اللي عارفوه انا. بعدا اللي مبرزطني بغيتك تعرف ليا من عند دماني هذاك الكليه باشنو كياكل وفين كيغسلوا لي وفين كينعسوا. واش عندك انت ما دير بهاد الاخبار كامله؟ يلا ويلي عندنا كل جنابي باغي نشرها في الاخبار ديال الوحده. وبصح اخويا زوينه بغا تفقسني بغا تخرجي عليا. ينعس الشيطان. شربتي؟ وعباد الله وامي والسيد قالك الا ما رجعناش لي بورطابل ديالو وولدك مسافر. ايوا الا ما رجعناش ليهم كاع اش غادي يديروا؟ يمشيو يقيدوا به. اجيو يطاروا عليك كتفو يديو الحبيب بيس. ايوا المعموله شنو هو؟ ردوا السيد التليفون ديال ولدو. ايوا منين غنقوروا ليهم هاد التليفون هذا؟ سهلة امي هادي. ردوا الكلب الماليه ناخذوا الفليسات ديال المكافاه وشراو السيد التليفون ديالو. اجي نقول لك علاش ما نعطيهمش هذاك الشربيل ديال السقليك عاو نزيدوهم 1000 ريال. وانا باغي نعرف حموده اش غيدير بهاد الكلب هذا؟ راه انا اللي بغيت نعرف اش غدير به. ردوها لماليه وسيدي الا ما خفتيش من السوطه خافا من البوليس. احياني عليك اوليدي يا الدماني قاتلينك على الفلوس وخارجين عليك الفلوس احياني ولكن شديتيني من الجهه الضراني. غادي نديو ولكن بشرط. شرط اخويا المهم ردوا الكلب. غدا تدخلي يوكا السبيطار نوريه لماما. وندخلو السبيطار ونديه لك حتى لابيسين على حسابي انا. احياني فكرتيني في ماما كاع احياني انا اللي عارفه شنو بيها وانا اللي عارفه شنو ضرها.
سميرة ما قلبها يا زوج كيف لبس كثير سول مك هي تقول كاش كاين ما خلاش فيا اللي نسيت والله يهديك ديري عقلك بعقلها راه امرأة كبيرة مهما كان راه بحال الوالدة ديالك الله يرحمها في المقام ديالها وما تنساش واحد النهار تقدر تولي حماتك حماتي وانت سير ضحك على راسك ماكش تصحبني عاطي ليا السحاسح والخو الخاوي والقرنوبي جميلنا فيه زعما راه دوينا ولا اللي نقولو نبقاو نعاودوها سميرة انت سير عاود لمخك باش كتعاود ليا انا ليش انت مكتصحب راسك عاد اللي كاينو وانت راه عطا الله ولاد الناس راه انا اللي باقا متقلة اييه متقلة تسيفش عليا سميرة بالعربية تعرضت بقى عاطية العز الراسي ماشي بحالك كنت بع منوالة شمشي ريحة في هضرتك جيني من الاخر مالك اشنو كاين بالعربية تعرضت الله يجيب لي فهمنا وما يعطينا والو بعد مني اخويا ويلي سميرة الله يهديك رجع الكلب اللي عند حمودة الموالي ونفرجك ياك سيدي ما قداتكش هاد الفراجة ها القزار ولي يجيب لينا اخبارنا كلب راه ساوي تمام رجعوا الموالي ومنو نديروا الحلال مالك ديش هاد الحلال اللي وراه كلب دعوة في الفورما اللي يشوفك يقول هنا نبات سميرة الله يهديك سير سير سميرة بارك نقصو عيط الراس بصراحة ولدك ما بيش في التمثيل صافا ولكن معليش مدام ولدي تعلم ولدي من احسن الممثلين في الفرقه ديالو على شوف الفرقه ديال المسرح ايه تفضل غادي نشاركوا مدام بهذا العرض في المهرجان وهذه مناسبه سانحه باش تكونوا معنا وتقوموا بنفسكم على المؤهلات الخارقه ديال ولدي ان شاء الله يكون خير حمودة اش كدير يلا اش بغيتي تشوف امك شكون قالت لك كتصدق عليا خالي درتي مع مال ياكل ياخذوا مني واش انت حمق فيك دويتي معاك كلمه وحده يلا نوض قول لهم شفتنا وقت زياره نوض سلام على سلامة تبارك الله عليكم الله فيك بونجور هانا هل كنت خليه وستيني عندي ألو عجبك الولد ما قنعنيش بزاف على الناس بزاف والعكس هذا هادي ما تكون غير شي عوينة اش من عوينة تلقانا حنا اللي ما كنعرفوش نخدمو شوف مادام انا غادي نجيك فاس هاد الشركه خاصها تفوسخ اش الهضره هادي انت كتقولي راه اخر مره باقا نسمعك تهضري بحال هكا اول واش انتي ما فراسكش دوك الشركات اللي كيبانوا لك واقفين على رجليهم غير من عند الله راه المخير في الرجال اللي بان لك كلاس وتقولي هنا نبات هز معاه حاجه في جيبه لا لا كنامنش انا بهاد التخربيق هذا شحال هاد الفسيخه هادي راه خلاها مادام كنعرف واحد السيده البخور اللي عندها ما يطيحش عليه الجن الزرق والنتيجه مضمونه ها انت تشوفي بلاتي اش كديري بلاتي كنصورك باش تشوفي الفرق قبل وبعد الاستعمال حتى عليا داكشي انا اللي دايره في راسي حتى عليا داكشي خرجي عليا واخا مادام تزيد وزيد اسمع انا غادي ندخل وانت مد لي يوكي ريح باش ما يشوفك حتى شي واحد ضربنا كلشي في الزيرو يلا ريح فين غادي اسحبك هنا غي يجي ودرم صافي واه لا واحد اختي ناعسه عندكم هنايا لا كلشي ناعس اللهم فايقين لا كذبتي كلشي فايق شتي انا سولني والله عتاني دابا 18 عام وانا في السبيس وما يتهموني قالوا لي انت اللي ضربتي الصندوق باش ضربتي يا مدام وعامل العين اضربتو
ماشي لهنا. شكون اللي عطاك الطابليا؟ لا 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 شوفي انا يلاه لقيت واحد الراجل دابا مسكين كيتصنت ليا والله الا عافاك قدام عليا فين مشيتي ومنين جاي وفين غادي وما فهمتش. سيدي سيدي لهنا سيدي. لا 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 شوفي بلا بلاتي دابا ياك انا عطيتك النمره واتصل بيا. واش من نمره اختي؟ كاع ما عرفت النمره ويلي والله يستر كاع ما عرفتي النمره ومرت النمر والله سيدي 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 لهنا سيدي لهنا شوفي بيع مرت النمر والله مرت النمر ياك سيدي 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 لهنا مفروحه مطلعه عليا لا باس اختي حموده نعم حموده طلع طلع راني راني كل فين حدي حدي كاين شي واحد وانت طلع اطلع 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 واخا نديك شويه تخافش تخافش ارجوك تخاف سيس يلا سير دخل ملي سير دخل ملي سير خبر جبت لك حمودة هذا كل اللي دايرها كي بقيتي اختي شوية ها هو حمودة جا اختي غير تنظف تصحي في السلامة خرج من وياك ندورو في البحر هيت مع خالد تماني خليها حمودة يلا اطلق راسك باش نمشي ورا الناس عندهم يدخلوا دابا يلا يلا خرج باش نمدلك الكلمة يلا اطلق راسك عندك شوفك شي واحد أرى اللي هنا سير كي جاتك هذه ديال المعلمية سلمي لي على أختك بيكون عندها بس سمير هيك الغدارة ياك كل كيشوف مصلحته ما بقى على جواج لست حمص سلم على عمك الصوت أطلق الكلب ولا غنغوت نجمع الجوقة والله واحد يصرح على هذا الكلب هذا بالله من يخلعني صوتا الحل هو القسمة البركة شكون يضمن لي انا غادي نقسم معايا ديك البركة عندي العنوان ديال الناس ندوي لهم كلبهم يعطيونا الفلوس ونقسموهم الصوتا تقبيه اش بان لك يلا يلا اريك البركة زيد الكلب كرتو رجعنا انت مشوهين حتى في السبيطار زيد قدامي سير دابا شوفنا شي حد سير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عين الشابة في الدابة عين الراجل في الهاجر عين اللي سيرة في الكسيرة يا مولاي عبد القادر يا ربي حفظنا يا ربي حفظنا من هذه العين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي السلامة خمسة والخميس والشبة والحرمة في الكنمس عين الراجل فيها جاج يا ربي السلامة عين المرأة فيها جمرة بس كده سي وقتها جبتي هاد الشي عاودي لي يا مدام انا هاد الشي راه ما كيخطانيش
ديما عندي فطاك بحال الدوار. سربي سربي لا نجي شي حد ونصدقو مشوهين. شكون اللي غيجي الله يهديك؟ رجال المكان ان شاء الله بجاه الشافي العافي ويفكوا ضيقتك. انا مصحابليش خدامه معايا شوافه. لا 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 اش كديري يا مدام؟ حنا بغينا البخور يدخل معاه الحيوط ويسكن المكان. اجي تبخري ويلي. سربي سربي سمي سمي الله. حطي داك الشيء سري شوفي شكون. سربي واخا. السلام عليكم. ياك لاباس؟ جينا ناخذ الفلوس ديال الجرو. ما دايره مدام؟ لا انيسه انيسه الله يخليك. اسمعي لي يا مدام انيسه الله يخليك. اسمعي لي نقول لك سي صوتا بغا يقول بلي لقينا يوكي الكلب اللي كتقلبوا على سين. يوكي ويلي ودغيا زعما بالزربه وانا زعما يلاه شعلت. اش شعلتو مدام؟ وهاد الباترونه عندها الزهر كيهرس الحجر. اوا من الدقه الاولى. شوفي شوفي اختي شوفي سربينا حيت هاد العنوان ما لقيناه تطابوا لينا رجلينا. انا غير سكريتير بالحق مرحبا بكم مدام ليلى غتفرح بكم بزاف. حسنا جيوبنا غادي يفرحوا بالفلوس ديال مدام ليلى بزاف. سي الصوت عامل فعال شويه فرحانه درجه. والله الا مفاجاه زوينه هذه انا فرحانه. مشي جد الريحه هذاك الشيء باش كتخدم ام حليمه. والله الا عنده الحق. قولي يا اختي عندكم شي شوافه هنا؟ لا على ما فراسك حنا شركه ديال استيراد مواد البخور من الهند ولا باترون كيعجبها تجرب قبل لا تعطي لو كليون. المصداقيه المصداقيه. قولوا عطار عصري وصافي شله. انا غادي نمشي نعلم بيكم. على اللقه معلمه غتصيط على البوليس. تما بخور جا صاحبي السيد راه ما تقول قال تعلم باترون ديالها بلي راه حنا هنايا. سميره دوي مع اخوك. خويا راه خايفك لا تضحك عليه قالك دوي مع اخوك. كذب عليه خديت شي حاجه انا بعدا ديت شي ريال انا بعدا. وقيلا نتوما ما فاهمينش بيناتكم. لا لا حنا فاهمين. هذه سميره خطيبتي. هذا سي صوت اخوها. سيبي زعما. هذا حموده ولد اختي. حنا عائله وحده فاهمين. دابا نشوفو. حبيبي يا صوت. تعوج دعوه في الشركه. شوف الغبره شوف استيراد التصدير والعفن. مدام ليلى. مدام ليلى. ياك لاباس مدام. ويلي 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 هادي غير على صفا فضل ها العريضة ما فاقي واش ندير مع عباد الله يا ويلي ودرنا غير بالضحكة مدام. شفت هذيك التصويرة باغي تقوى بعينيك انت واش بغيتي نشوفك تاب تخلعني ياك ما دخوينا تا هو موضر ومولي عاطين عليه العاق. نوضي 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 ويلي اش غندير مع هاد لاباس اللي برا نوضي مدام عافاك فيقي. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعوا الجهالة ملي تخرج المديرة حتى واحد فيكم ما يهضر انا اللي غندوي. ويلي 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 عباد الله عدخوني عدخوني مدام ليلى سخفات سخفات ما بقيتش بغيت نوضي. مش رفقني مدام ليلى تسخف ليا لداخل وانت تسخفي ليا هنا شكون غادي يعطيني الفلوس انا؟ صفقتيني باش تبردي الدم. ايه وشكون انت اصلا اسمك الله باش تزيدك عليا واش تسطعني؟ خذ 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 واش تمعي اش كاين شي واحد صاحبي صافق بحال المشيشة هادي؟ مشيشة؟ لا واه طوبق تعالي لهنا ما تسكتي لا مال المديرة ديالك سالينا سخفت المديرة اش وقع كاع؟ فلوسنا. الله عليك يا مدام ليلى كنتي غتخدمي في شبابك. الله يخليك لاله جميله راه الكوره الميت خساره. يا ناري هي ماتت وناري ماتت وداك الجهل انت راه مثل هذه بغيت نقولها له عطى الله عطاه. الحمد لله اللي بطرنا بها بكري. كنت تخليني نقدم لها الاسعافات الاوليه ونقدموك شحال هذه المحكمه الابتدائيه. المهم الحمد لله راه الطبيب قال لنا راه بلي بخير اللهم لك الحمد راه ما عندها حتى شي حاجه راه بخير. اه ولكن راه ماشي هو هذا المشكل. الا كان على فلوس ديال المكافاه نصبروا ما عندناش مشكل. ودابا انا راه عارفكم تقدروا تصبروا ولكن الكلينيك راه ما غيصبروش. علاش ما يصبروش؟ خاصك تخلص لا فاكتور ودابا. على مالي انا اللي مغطي لا شومبر داخل؟ ولا فاكتور خرجت في سميتك شنو غندير لك انا؟ واش خرجت في سميتي اختي انا؟ على نسيتي فاش عطيتي لا كارت ناسيونال للاداره؟ لا كارت ناسيونال ديالي انا اللي حطيتها
راه غير باش يسربيو المريضات سبيل الله، ماشي عطيتها باش يديروها سميتي انا لا فاكتور. شوف دابا من الاخر راك انت هو المسؤول على مدام ليلى. مسؤول على مالي ضارب على خط زناتي انا؟ والخيط زناتي ولا الخط زناتي، مسؤول هي انت، خاصك تخلص عليها صافي. شوف سبحان الله العظيم، هادي دغيا فهمتها فاماتور. سي دماني دابا حنا عارفينك ولد الناس وشريف ودرتي خير، وحنا كنعترفوا بالجميل ديالك، وكمل خيرك وخلص لا فاكتور خلينا نمشيو فحالنا. وعباد الله راس مالي انا اللي عندي، راجي تولي فوق تخايبه مرا لا كاع ما كتقطعني انا الحبه. لقيت لك الحل، غتعطيهم شيك ضمان ياك، وغدا تجيب الفلوس وردوا لك الشيك ديالك. ويلي عباد الله هذا الشيك، حتى الشيك وكان عندي انا كره دخلت الحبس شحال هادي. ودابا شنو غادي نديروا؟ غنتسناو السيده تتفيق غدا، نجلسوا حنايا يمشي هي البنكه تجيب فلوس وتخلص على خاطرها. ما يمكنش غدا راه الحد والبنكه تسادين. حتى شتي انا الباب اللي حليته كتسديه عليا، ياك ما مرشح هذا الضيف في الانتخابات الجايه. لا حصلتي فيها يا بوكيمون، اليوم غادي يفور عليك هادشي اللي حاضي. انت باغا مني تدوز ليا؟ يلا يلا يلا، الا كملت هاد الكولوار سير لا شومبر فرواد. كاش من فرواد اخويا؟ معرفتيهاش. لا شومبر فرواد هي بنادم مني كتسالي منو الدنيا كنحطوه تما. انا مزوق لك في المستشفى اخويا، ما خلينا في هاد الكولوار هذا. التعليمات اللي معطياني صارمه، نبقى معاك حتى يصبح الحال، وهذا الشيء الى اصبح عليك الحال. علاش ما تخلينيش نعيط جبد؟ ولا وداتك نعسى وما شتي والو، الله يرحم لك الوالدين. وانا شيط عليهم هادشي من الرباح كاع. نكون خدام ديال خويا فاش ما احتاجيتيني، عرس طهاره ليله جدبه. اختريتور اخوك ميزيسيان قناوي. قناوي جابك الله. شوف الا بغيتي نتعاون معاك تعاون معايا. مرحبا بك اخويا. عندي واحد المدام ما مريضه ما مفروحه ما خارج لها العقل ما والو، غير هي فيها نس وكطيح وكتعوج كتقول وبغيتك تفرحها. خويا انا قلت لك انا قناوي راه ماشي فقيه. بحال 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 الغناوي بحال الفقيه. الجو الصلاه اللي فيه الحليب، الجو الصلاه اللي فيه الحليب. صافي صافي اخويا، فين يا خويا لاشامبر فرواد؟ حموده انت عارف ما نقدر نقول والو قدام باب. كنت عارف بلي ما كاين لك والو. انا عارف بهدي ما عليه والو. وحنا من الدراري اللي قبل دور المسرحيه بعد دينا البوليس. انا كاملي دابا ويوك. مالو؟ خايفه يموت لي بالجوع لا طاح فيه السوطه. علاش ما تخبيش عندي نتهلا فيه ونوجد لي ماكله الجوع؟ ولي شافو باباك عندي بلاصه غابره. فكره مزيانه هادي، هاك تحت حد ما يعرفو فين كاين. والله حتى غادي نتهلا فيه مزيان. وكلو ولي كاين عندك تاكلو. مدام ليلى هذا هو السيد اللي قلت لك عليه. سلام على سلامتك. عليكم السلام الله يسلمك. هذا هو السيد اللي ضمن ياك. ميرسي بوكو. هذا اقل واجب لينا. عرفتي ماشي غير ضمنك مسكين، تكرفست على قبلك. بارك الله فيك. حيدي ديك المسكه. سلام. لي داك الموسيقى. أسامي راه دويت معاك، ما تبقيش عاقد عليا غوباشتك الصباح هذا. انت اش دويتي معايا اخويا؟ واش انا رزقي كله حطيته لك؟ ما بانتش مكافأة الكلب، ما بانت رخصة الكيوسك. ولكن الراجل اللي داوي معاه قال لك اللي غيجيب لك الوراق خاصنا ندورو معاه، اللي غتكتب الرخصة خاصنا ندورو معاه، اللي غيدخل رخصة سينا خاصنا ندورو معاه، اللي غيسيني خاصنا ندورو معاه. مالو غيخرجنا رخصة بابور؟ دماني ياك لاباس يمتى طلق؟ ناري عندك تكون ماتت مولات الكلب. حمودة مالو؟ خلاني نبرات يقول فيها بالله ما عمرو غادي يرجع للدار. اشوفها اسمع ولد عمي، ترى ما عرفت الصوت اللي كتشعكك ليه الاعصاب ديالو في المخ. بلاتي اخويا نرد عليك، بلاتي عليها شويه، خليها يشرح لينا بشويه نرد عليك. وانت اش غتفهمي؟ اش غتفهمي؟ رزقنا ضاع. الصوت تيق بيا هكا قرا اخويا. اويلي عندك يكون دار في راسو شي حاجه. شكون اللي عرف؟ انا قلبت عليه قلت بقى نزنقه بزنقه ما لقيتوش الاثار ديالو تما. المهم اش المعمول دابا؟ انا راه الراجل غدا داير معاه واخر اجل هو غدا عاطين. وانا السيده اللي داير معاه غدا ندير لها كلبه كندير معاه حتى انا. كي غدير معاه؟ كندير معاه.
انا غادي نوريك داك اللي غدير معاه. Voici sa photo quand il avait 3 ans. Sota. Garde lié dabo. Pourquoi? J'ai des pourquoi le fond. Hadar maya bilarabiya Allah yerhamou yemchik. Hadi ssoura dialo mli kant ando 3 snin. Shnu shnu? Hadi ssoura dialo mli kant ando 3 snin. هو هذا. دابا شحال عنده؟ 12 عام. وكيفاش غنعرفوه؟ باش كيفاش غنعرفوه؟ خصني حتى نبدا نغوت، كيفاش غنعرفوه؟ انتوما ماكم جهاله. اسمع لي اسمع لي اسمع لي. هذا راه حموده وتخت الدماني. المهم عندي انا هو الكل. كيفاش غنعرفوا الكل؟ اش هذا؟ في قريه. قطعتيني. وانت من الصباح وانت كتذكر لي تشعرتيني على الريح دق هنا. اشوف راه يا مشيتو حتى جبتوه ليا. غادي نعطيكم 20,000 ريال 1000 درهم الدرهم ينقب الدرهم 20,000 ريال حي ولا ميت انا ما بيني وبين الضرب والجرح مع الخير والاحسان جيبوا لي فين ما كان شكون حموده والكلب حموده راه غير طريق انا حسب طريق هاد الليله لقى عندكم شي اخبار ولا عارف الله يعاون الله ما سوطا اجي اش بغيتي هاد الكلب جالبين لي انتي بعدا فيت فيك جالبة انا بلعمة لا امي حلي ما عرفت ما نقول لك ما عندك ما تقول يا بنيتي ما يحس بالكية غير اللي مجرب حر الفراق ايوا راه حتى مدام ليلى مسكينة تفرقت على كلبها وكان خاصكم ترجعوا ليها هاي واش غادي نقول لك ابنيتي هذاك الكلب هو سبب البلا ما عرفت منين جابوا لنا حموده من نهار شناه عمر نهار البيض ما شناه معاه ايوا ديك الساعه كنتو ترجعوا للسيده كلبها ومريض راه ما عنده باس وحنا كرهنا فيه راه حموده اللي لصق عليه هذيك التصويره ديال العام اللي فات كانوا تكلاصاو هما الثانيين في المهرجان لحموده كيمثل وتختار احسن ممثل دخل بونجور بونجور كيف وليدك؟ ما تاكلش قريبا ندخل على السيد وليدك اسمح لنا مدام ما تسالينا حلوفه مدام ما رسلت الاخبار واش عندك طاير بلا ما نشعر الحمد لله على سلامتك الله يسلمك بارك الله فيك ما كنتيش تشقي راسك كون خليتي غير ولد مسكين ياكلي في خاطرو غنضحكك شويه ولدي انت حماق على جوج حوايج الماكله والتمثيل المهم مدام انا مزروق فيك بغيتك ديري لي من المهدي نجم من النجوم وماشي مهم عندي الفلوس الصراحه بوغ لو رول ديال المهدي مازال ما قررت هي كاين شي منافس قوي تيضيق ولدي مدام غير تكلمي بكل روح رياضيه حموده حموده شعرفك به اولا انا مدام لما كانش في علمك هذاك راه شفار شفار ايه شفار واسي فريد وثق بيا هاد المره سيبراهيم اخويا راه البوليس هذا ماشي لعب الدراري وييه ولكن هذه راه سرقه موصوفه اها حتى السرقه الموصوفه وليتي كتعرفها مزيان واش هادشي اللي تسرق ما عرفتش واني عارف شكون دارها شتيه لا ما شفتوش راك عارف وهب لي الله واحد حاسه الشم غير فكرت وعارف شكون دارها شين السرقه دابا هادشي اللي تسرق مشى لك انت لا 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 مشى لشي ناس كنعرفهم ايوا وهاد الناس اخويا زيازن ياك زحاحيف ما عندهمش رجلين باش يجيو للكوميساريه ويديكلاريو بهادشي اللي مشى ليهم ياك سيدي فريد بغض النظر ديالي تيقول لي بلي انا كاينه شي حاجه تمايا سير ابراهيم عرفتي اش غدير
غادي تنوض وتدلل عليا ساعة أخرى، لأن بعد النظر ديالي حتى أنا كيقول لي بلي التحسريف ديالك راه شي نهار غادي تجيبها في راسك. وبادي عرفتك مالها راه كتوصي وتعاود راكم معروضين عندنا الليلة العشاء. إيوا لا تجيوش. نجيو إن شاء الله، نجيو إن شاء الله، خليتك على خير. ولدي الهرم نخاديك حتى نسالي من البرنامج ونتكلو على الهرم. هذا ما يكون غير الدمان. نوضي انت ياك شويه فينا صايب واحد البراد يكون متخم نقدو به الدماغ. لا علاش حتى يا خويا تسلق لينا به قلبنا؟ شي كاس ديال لافوكا مزيان نحيدو بها القلعه. لا لافوكا لا مالي انا خدام في مارشي كريو خلعه زوينه عندك هادي. ما تنساش اصاحبي راه اول مره هادي الصوطه. ويلي دماني على اول مره وتمالك اول واحد راه جوج كلمات تقولهم وصافي دغيا طويل الموضوع. بركه من التبرويل تاع الهضره. الهضره تاع الرجاله تبقى بيا الرجال. يلاه يلا 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 سمعي ما تسنينيش العشاء. ويلي دماني عندنا الدري ونقولوا لي لا ما غنديروش العشاء. انا جوج جوج من الحاجه. وانت علاش محن راسك؟ نرجع ما كنتشرب انا ري. واش تجي تخطفني ولا جاي تخطفني؟ سيري بعدي منها بعدي منها. مشينا يلا. اجي تقول لي واش عندك المخ ولا ما كتكسبوش؟ واش تبرت تشوه فيا قدام اختي؟ حتى انا باش عرفت كاينه في الدار قلت لي شي حاجه انت ومالك عارفه في الفيرما؟ فما غيعرفنا اش رحنا مغطينا صاحبي راس. اش كتشوف فيا البروش؟ اش كتحنزز؟ عمي السلطان اش الحاله؟ ولي شي باتمان. سير بحالك سير بحالك البروش سير 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 بحالك سير. كيفاش عارفني تخينه؟ نسيت ما قلت لك تسكت الله يعطيك اللقوة يا المشوه. انت لا طاقين برزتاني يا صاحبي ما فصلتيهاش مزيان. انت مفصلها بعدا انت راه خصك تعاود كلك في الخياطة. هاو المهم هاي الدار. راه الدار كنشوفها الباب مصبوغ راه. انت واش بغيت تخرج ليا مرارتي ولا مالك؟ ما كاع شي صباغة كاع. شوف ازيد قدامي ولا غندير انا بناقص ما هاد العجب كاع بيع وشريا. هو غادي تسوسني انا شي محلين والله ما تقدر تخطب عليهم ما كنتش معاك انا حيت البلان ديال الدار عندي هنا في المخ ديالي. اه ونسيتي البالين بلي هذه راه دارنا والبلان ديالها راه عندي في دمي انا. وزيد اللي بغيتي تطلق لها طلق على راسك. انت اسكت اصاحبي. انت هذا واش ترجم منها ندخلوا له؟ وهذا الشرجم دار فيه الكريش. انت مالك دحكرتي؟ انت راه داري دخلتي مساح مالك؟ انت شنو انت مساح شنو تخربق عليا انت؟ واش عندك العقل ولا ما عندكش؟ جيب انا سلوم تقل به وجاي كنجري تم مسطي. اه اشنو؟ هالساروت وقولها من الصباح وفكنا. انت خلي داك السلوم تما ولا طاروا ليا بيه وانا حاط فيه لاكارت. مصايبه كاع لا. شوف وقعت هنا انت ما غاديش تدخل معايا تولي حال لرقوشك بشي كلمه غتولي سامع انا بحدي ما فايقه وتستقع فضحنا. قلتي لي نعاسه خفيف انت عندك تفيقه. تفيقه؟ واش حنا جايين نخطفوها ولا جايين نتسهروا معاها؟ داك تفيق وتضرب هاد قلبها باش تقعد. سير دخل دخل. يا سلام غندخل التاريخ من بابه الواسع. غادي يدخل التاريخ من بابه الواسع
حيت غادي يكون اول مسحوط غادي يخطف امو رضا. حموده ياك لاباس؟ شفتك فقدتي التركيز ديالك تماما. انت عارف السي عزيز؟ شنو عارف؟ انت اللي خاصك تعرف باللي خاصك تركز معايا مزيان واللي بغى يكون يكون. كي غندير وانا كنتدرب غير خزنا على المدير. المدير 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 غادي نديروه امام الامر الواقع. اسمع راه خاصك تفرض وجودك في هذا الدور وهذه راه فرصه وما خاصكش تضيعها تماما. حموده محلي ما تخطفهاش. وعلاش علمتي بيه البوليس؟ انا ما علمتش على السي فريد نسيبي. واش كيدير بالسلامه هاد نسيبك؟ كوميسير مدام انا تيهمني الصالح العام ومدام تسرقتي واجب عليا نبلغ بالسرقه. وشكون اللي قال لك انا تسرقت؟ شكيت عليك؟ ما يمكنش يا مدام عليك ضغوطات بلا شك اللي خلاتك ما تهمنيش بحموده. الضغوطات هما اللي في مخك. قولي يا مدام ياك ماشي حتى يهدك ولا ما قادرش تكلمي هنا في المكتب سبحان الله يكون شي ميكرو ولا شي كاميرات احسن تكلموا برا. ايه يلا وزيد انا كنت متاكد بلي المكتب فيه شي حاجه. رفيقي تيفيقي الله يرحم بك لابا فيقك وقيلا قفرناها شتا ما بغاش تفيق اخوتي. انا ما خدت حد اللي دارها بيديه فكها بسني. داري مشيت فيها. شتي شورتك الزينه فين وصلتنا؟ سيدي ما شوف هادشي. تماني. السلام عليكم. وعليكم السلام. ياك ما مرضتكم الوالده؟ لا. لا. الوالده باقا نعسه. عليا فاقت بعدا باش تنعس راه. سكتي. نوضي دير لنا شي كاساتاي ولا جيب لنا شي باناشي سيد دمان. المهم راه الفراش قريب. حموده راه ساق الخبر بلي الوالده راه تخطفات. وجا كيسوى عليا في الدار درت بخواري ما تعاود. وقلت ليه الحل راه بين يديك. إلا بغيتي حناك تشوفها جيب لنا الكلب. شوف حنا خويا. وقلت ليه الناس اللي خطفوها راه ما معاهمش ملاغه. وما كاينه الذبيحه. خويا اش من ذبيحه؟ قلت لك انا شي ذبيحه. ماشي هذا هو البلان اللي اتفقنا عليه انا وياك ولا؟ تينا بلان ولا ما بلان؟ شتيني انا مهندس في الجامعه ولا شنو ستعاود؟ ياك امسخوطيك ما هرستي في الوالده شي حاجه. لا يطيح علينا شي باطل، دماني مقرا باقا حيه. هذه حالة وحده باقا حيه هذه. مشيتو فيها. الوالده عينها كانوا زرقين. زرقين؟ على التمالك ما مشيتيش فيها. انا ما هزيت ما حطيت اخويا، وما تنساش البلان اللي صيفطت الحمود راه بخط يديك. نهزوك فيك اخويا الدماني، اعتقني. اعتقني اخويا شتي انا ما بقيت باغي لا كلب ولا داكشي اللي يجي من موراه. وحموده؟ حموده اخويا ما يستاني ما نسالو عفا الله عما سلف. غير قول ليه رد ليا هذيك البره اللي كاتبه انا بخط يدي. ما فيا ما نجرتل وما فيا اخويا ما قاد على حباسات ما قاد اخويا على تسخسيخ. وين مهمتي؟ مهدي اش كدير اولدي؟ بابا شنو هادشي؟ اش جا الكلب؟ لقيتو اباغا زوينه. عرفتي شنو هاد الكلب يبقى عندي حتى تقوم الدور ديالك احسن دور وداك الساعه نعطيه ليك واخا مين تفوج جايزه بالطبع ماماك شافتو مازال شنو سميتيه يوكي يلا نوريو ماماك يلا اويلي اويلي على اخر ياماتنا غنوليو ضحكه في الدرب على عاد غنوليو ضحكه الدرب زعما راه ديالنا وحنا مالي خصنا نطيحو يدينا المهم هو حموده خصو يبان حنا بعدا اش تصورنا من هذا الشيء كامل مخليين خدامينا وتابعين الخاويات فراسكم هذاك الصوت اللي كان مطلب معنا بديك الالف درهم كان غيضرب على ظهرنا 30,000 درهم شحال هي هذه اللي قلتي وقال لك 3 مليون وشحال فيها من 10 دريال؟ وليش بغيتي تعرفي؟ بغيت نعرف شحال فيها من عام ديال الخدمة
هي بغيتي ديري المغادرة الطوعية ودابا هذاك البرغوش كيسوى هادشي كامل. الكلب اللي عنده على العيشة كيسوى 30,000 درهم. كلب ومالو معمر بالقمرون. ويلي عباد الله هذا غا كلب وكيسوى هادشي كامل. بنادم بنادم اللي بنادم شحال كيسوى؟ وبنادم فيه وفيها وتاني كيف الزعمة؟ كتحشي لي الهضرة؟ أنا راه كندوي على بنادم ماشي عليك أنت. خيار أنا يسحب لي كتهضر معايا أنا. المهم مالي ساخن بالفلوس خصو ما يلقاو الكلب والصلاة على النبي. تقول الله رضا صاحبي تحلاتو سرطاتو. حمودة غيكون لاعب غدا في الجردة اللي حدا المسرح ياك. هاو الأستاذ عزيزة لالا. شكون سيادتكم؟ ليلى المهندي. شرفين؟ كاين شي منقدي؟ خروا لي كتوجد مسرحية فيها الأطفال. هي عندها فرقة ديال مسرح الطفل. ياك ما عندك شي وليد وباغيه ينضم للفرقة ديالنا؟ الولد عندك أنت. الوليد عندي أنا. ما فهمتش. شو الله يخليك لي غنطولو ونقصرو غتقول داك الشفار ديال حمودة يرد ليا شغلي ولا أنا غنعيط ليه البوليس. شفار حمودة؟ البوليس؟ دابا غير اللي مشات له شي حاجة في هاد الدنيا باغي يسميها في حمودة. الأدريس ديالي عنده يجيب ليا يوكي. يوكي؟ يوكي مالك جاتك؟ لا غير وكان كنشوف هاد الزهر اللي عند هاد حمودة. فاش قرب النهار الكبير عنده ولا كل شيء ضده. اش من نهار؟ الله يخليك قال ليلى ياك yeah. خليوا هاد حمودة عليكم خليه يحقق اكبر حلم في حياته. واش انا جدرت ليه حبسته يرجع لي انا غير يوكي؟ الا الله يجازيك بخير. حمودة راه طفل فنان عنده احساس مرهف والله ساق الخبر باللي حسنتي كتهميه بالسرقه لا عاود قدر يوقف دقيقه فوق هاد الخشبه. لهاد الدرجه؟ كثر كثر. الله يجازيكم بخير. خليوا حموده غير يقدم العرض الاول ومن بعد اللي كيسال هاد حموده شي حاجه ياخذها. متفقين؟ تفضلي لالا. الجمهور غادي يبدا يدخل. واجدين؟ مهم انا عندي كامل الثقه فيكم. اللي غادي التوجيهات الاخيره ديالي هي انكم تحافظوا على الهدوء والتركيز والانسجام بيناتكم باش يكون العرض كيف اتفقنا في المستوى اللي كنتمناه. اذا ما غاديش نطول عليكم. انا عندي فيكم ثقه بانكم غادي تكونوا في المستوى ان شاء الله. يلا ونوضوا وجدوا راسكم دغيا. تفضلوا. عزيز هيا في حال الجلالي. وهذه سنوات باش صيفطتك تجيب لي هاد التنفيحة فين تعطلتي؟ لا جلي بعيدة جلي. وانا اللي قفرت. شكون الصوتة؟ هو الصوتة والضرب كله تحول لهنا. عمرنا ما عرفت الناس ديال الضرب عزيز عليهم المسرح على الدرجة. عندك علاش تخاف؟ لقيت لك الحل. حتى غني اخويا الباب اللوراني غير تسالي تزاق منو. ما عندي ما تسالك امي حيله واش من حيله. بغيت كتشوفي الزغبي منين درتي لي ديك النعسه ديال الميت كيولا. ايه داك راه سلم السن ولا طالب السله بالعنب. وما دار السله العنب سامح كلشي الزغبي. وزيد زيد اوليدي اديني قبل ما يسالي حموده باغا نشوفو. زيد. وعلى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله ربي الله.
مساء الخير ومرحبا بكم في هذا العرض الأول لهذه المسرحية اللي هذه شهور وحنا كنهيئوها. عادة في مسرح الطفل كيكونوا الممثلين كبار وما اللي فوق الخشبة والأطفال هما اللي كيتفرجوا. حنا بغينا نعكسوا المسألة، بغينا الأطفال هما اللي يطلعوا فوق خشبة هذا المسرح والآباء اللي كنشكرهم على الحضور هما اللي يكونوا كيتفرجوا. يقولون أحيانا الأبناء هم الذين يلدون الآباء. أنتم عارفين أهمية صنع المسرح والدور دياله. أرجوكم ساعدونا شوية ديال الإنصات، لأن الإنصات هو أساس التواصل. فكنتمنى لكم عرض موفق وفرجة ممتعة. شكرا. الله يهديك يا مس، شكون عطاك الحق تحاكم؟ الطفولة هي اللي كتحاكمكم لأنك وكاع ماشي واقف معايا. وكيفاش دايرة الطفولة؟ الطفولة حق للطفل، لازم على الكبار يفهموها مزيان. الطفل ما خاصوش يتحرم من التربية والدراسة واللعب مع قران. ديك الطفولة خلينا لي بحالكم، لي وليد ديالهم موجودين لهم كل كبيرة صغيرة. أما حنا لا معريناش على دراعنا والله لا صورنا طرف الخبز. أساعد قدامكم لا منفخش الرويدة مزيان والله لا تخلص. هادي لا مكلاش الشبعة ديال العسى، هادي هي الطفولة على جداول. ما انت كطيح الدبور كرتي ما؟ لا ما عطيتوني اسامي حكيت كيعرف يمثل. عايشة كماريوك نضو شي مشمول يا لك كبير وصلت من الباب اللورا ندير المسرح. شيخ واحد بحالك خاصو يستقبل بالورد والياسمين الحليب والتمر الطبالة والغياطة. فين هو الكلب؟ هنا الكلب. هنا الكلب؟ غبدا معاك في الدراري. فين هو الكلب؟ هنا الكلب. الكلب اللي كيسوى 3 مليون. 3 مليون؟ كيفاش؟ كيف سمعتو؟ فين هو الكلب؟ 3 مليون. بيرات طلق منه، تطلق منه البيرس، طلق منه صوتة، طلق منه ياكم احنا ما دي خير يو ورزقنا لاش تبقى ما اضطرق تمع شي حد دنيا تبقت ما تشي حد خرجت السوق وخلنا من الليل. هما هما جمعوا هما حصوما تتقاسموا وقيلا نسيبي هذه لي أول مرة غادي نوقع باللي عندك الحق. ويلا ويلا سي فريد ودير خدمتك الله يخليك ما تقش مرصة لي الضغوطات غير بلادي لا خصنا نشوفوهم اش كاين نوعرو تما. يلا حتى واحد ما يتحرك. حتى واحد ما يتحرك. هزو يديكم فوق سي ابراهيم. اش هاد هزو يديكم فوق؟ واش غادي تخليني ندير خدمتي ولا لا؟ اجي 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 ديك البيصه فين غادي؟ العبس عشي نوي مرات ديال الخير غنمشي نشوف شنو دخل. قلت لك حتى واحد ما يتحرك. سي فريد مدام ليلى غير تهناي سيطرنا على الموقف زال الخطر. يمكن شي حد يفسر لي اش واقع هنا؟ معلومات لي عندنا سيدتك تفيد بلي راكي كنتي معرضه للخطر ومهدده وما قدرتيش تعلمي بالافراد ديال هاد العصابه. الخطر جايني غير من هاد السيد هذا. كيفاش ممكن توضحي لنا اكثر؟ بان لي كلشي واضح. كلشي واضح. ها العصابه الضحيه. انا جيت غير باش نشوف حموده كي تيمثل، ما جيتش على شي حاجه اخرى. وداكشي اللي مشى ليك يا مدام غير غير تكلمي ما تقدرش تخافي. عنده الصح هاد السيد ضاع على كلبه. ها هو راه عنده يوكي. يوكي ابراهيم
هز معاك المسروق ياك. مزيان تبارك الله، محشومتي ما صحيتي، انا اكبر من باك ورديتي نشفار ياك اخوان البورطابلات وما لقيت ما اخوان اكل وقلي دوك. بابا عمر حموده ما خول لي البورطابل، راه لقيته في المجار ديالك، كش بغا نقولها لك الساعه اخت سي ابراهيم. سي فريد غتبقى واقف تفرج فيهم هنا؟ سي ابراهيم شوف راه الضحك حدو ساعه واخا والله يعاوننا ويعاونك. اجي فريد. قلت لك سي فريد بارك من هادشي، اجي حقق مع هاد الناس مزيان. اجي كيوكي والمكافأة اش درنا فيها؟ كتسناكم بجوج مدام بوبي، راه كان كياكل من فلوسي. صافي انت معاهم. حموده تا هو كيتسالك شي حاجه بلا بك مدام، شرا نضادر ديال القرايه. عرفتي وليدي هذا السنانة اللي مشيت فيها الحمام؟ ديت معايا الكلب، كملته وديته معايا، زعما نسخ خليته وعظيمته نديرو في شي سطل، اتصدق ليا من السطل خرجنا ضو العيالات يتغاوتو وشي كيطيح على شي وكل واحد واش داير، قال لك مالو ما مالو، قال لك طوبة دخلت عليه، زيت وليدي الكلب بالزربة كملت في الفوطة وأنايا يا وخرجتو لي عدو العيالات يكمشوني. إيوا فين وصلت أنا؟ سيسي يا وليدي هذاك الكلب ما كلته غالية، وحنا يا وليدي الله حنا عادين على قرض قد أخذهم، أنا خربت القضية. سيسي اش دير هكا؟ وجوها الخيرية تمشيو تجيبوا البورطابل دابا قبل لا تكبر القضية، سيروا جيبوا لي البورطابل دابا قبل لا تكبر القضية، قبل ما تكبر القضية. سيسي كول يا وليدي كول، قول لي الطاجين كي جاك. سيسي قتلوا هنا هاد الجيران بالصداع. كي جاك الطاجين بدي سيكو بيرمي هاي بيت 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 اسمعني أقولك اطلق اللهم تجيب الكلب تحت. سعيد مين؟ قلت سعيد مالك؟ قلت ايش لي أهلا اليوم؟ لا ولي يا ربي الله قطع فيني قلبي وليدي. قصدي على التمر. وي 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 وي. بسم الله عليك بسم الله عليك. كفار الله والنبي رسول الله. والو عينيك. شكون واحد صاحبي صافا قال لي مشيشه هذه مشيشه لا طوبه تعال